السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، سنة تالتة اعدادي. ان شاء الله بإذن الله هنشوف النهاردة ازاي how to solve problems of speed and velocity of the movement in circular path. فتعالوا نشوف كده البروبلم اللي جاية دي يا اولاد، نتعلم فيها ازاي نحسب السبيد والفيلوسيتي لما يكون الاوبجكت موف ان سيركلر باث. بيقول لي ان اوبجكت موف ان سيركلر موفز ريجولري ان سيركلر باث اوف ريديوس 14 سنتيمتر تيكن 20 سكند بير راوند، ومديني باي يوزنج الباي 22 اوفر 7. كالكوليت مين بقى السبيد والفيلوسيتي وين ات موفز فروم اي تو اكس. عشان احسب السبيد انا محتاج ديستنس والتايم، الديستنس اللي كفرد فروم A تو X والتايم اللي تيكن تو موف فروم A تو X. يلا بينا نحسب الديستنس when it moved from A to X in circular path it covered برافو كوارتر ذا سيركمفرنس. طب السيركمفرنس ايكوال كام؟ المحيط ده كله كام؟ 2 تايمز باي تايمز ار، زي ما انتم شايفين الرول دي نحفظها يا شباب. الباي هو مدهاني ب 22 اوفر 7 ومديني الراديوس ب 14 سنتي متر. يبقى انا عايز السيركمفرنس كله وبعدين اجيب الكوارتر بتاعه، يبقى 2 تايمز 22 اوفر 7 تايمز 14 اللي هو الريديوس اللي مدوني سنتيمتر اهو، ايكوال بالكالكوليتور 88 سنتيمتر. ممكن طبعا احوله لمتر وممكن اسيبه بالسنتيمتر. خلاص يا شباب، بس لو هحوله من سنتيمتر لمتر ديفايدد 100، يبقى لما يمشي فروم A تو X يبقى مشي ايه؟ برافو، ربع الراوند كلها او السيركمفرنس كله، كوارتر السيركمفرنس. يبقى الديستنس اللي كفرد وين ذا اوبجكت موف فروم A تو X ايكوال كوارتر السيركمفرنس. يبقى الديستنس فروم A تو X ايكوال كوارتر سيركمفرنس ايكوال كوارتر تايمز 88 اللي هو السيركمفرنس اللي احنا كنا مطلعينه، يبقى 22 سنتيمتر. وزي ما اتفقنا لو عايزين نحول لمتر بنعمل ديفايدد 100، ده لما اتحرك من A تو X عشان هو مشي ربع لفة ربع السيركمفرنس. السيركمفرنس طيب هو بياخد تايم لما يمشي كومبليت راوند تيك 20 سكند، يبقى لما يمشي كوارتر راوند برافو، يبقى كوارتر البريدك تايم كوارتر ال 20 يعني كوارتر تايمز 20 يبقى ايكوال 5 سكند، ده التايم اللي تيكن تو موف فروم A تو X. طب انا معايا الديستنس ومعايا التايم، يبقى اقدر اجيب السبيد الديستنس اوفر التايم، الديستنس 22 والتايم 5 يبقى 22 اوفر 5 برافو، يبقى ايكوال 4.4 سنتيمتر بير سكند. وزي ما اتفقنا انا ممكن احول السنتيمتر لمتر، بعمل ديفايدد 100 تمام، يبقى 0.22 واعمله متر بير سكند لو انا عايز بالمتر بير سكند. علشان اجيب بقى الفيلوسيتي برافو احنا محتاج طبعا نفس التايم، اجيب الديسبيسمنت اوفر التايم، نفس التايم لكن الديسبيسمنت بدور فين البدايه بتاعتي، فين الستارت بوينت وفين الاند بوينت. يبقى انا هجيب الديسبيسمنت الاول when it move from A to X. فاكرين الديسبيسمنت ستريت لاين او شورتست ستريت لاين بتوين ستارت بوينت اند اند بوينت. طب مين الستارت بوينت هنا؟ لما يتحرك من A to X الستارت بوينت A، اوكي يبقى الستارت بوينت A والاند بوينت X، يبقى انا هجيب الستريت لاين اللي بتوين ذم AX. طب علشان اجيب ال AX ده طوله برافو هطبق مين؟ اكسلنت فيثاغورس. عندي تريانجل اهو، عنده رايت انجل هنا، عندي السي لو اعتبرت ان دي السي سنتر، يبقى الترينجل ده اقدر اجيب منه طول اي اكس. ازاي؟ انا معايا السي اكس، معايا ازاي يا مستر؟ ما هو ده راديوس وده راديوس، سي اكس راديوس وسي اي راديوس، والراديوس مدوني ب 14 سنتيمتر، يبقى دي 14 سنتيمتر تمام، ودي برضو 14 سنتيمتر اي سي تمام يا اولاد. يبقى انا اقدر اجيب بقى كده ايه ال AX ازاي؟ من بايثاغوراس سكوير روت 14 باور 2 بلس 14 باور 2 سكوير روت ده باور 2 بلس ده باور 2 تمام يا شباب. يبقى ايكوال كام بالكالكليتور ده؟ هيطلع معانا على الكالكليتور 14 روت 2 حوله من اس ل دي يطلع لي بالديسيمال 19.8 سنتيمتر تمام. انا دايما لما نجيب ديسبيسمنت دي فيكتور كوانتيتي لازم احدد دايركشن. عشان طب الدايركشن بحدده ازاي يا اولاد؟ باجي عند الستارت بوينت ونحدد الدايركشنز كلها عند الستارت بوينت. انا هكتفي بالايست والنورث لان انا ما بين الايست والنورث، يعني انا لو واقف عند ايه وببص على الاكس هبقى ببص ما بين الايست النورث برافو. يبقى انا باصص ان ويتش دايركشن؟ ما بين ايست ونورث، يبقى ايه؟ نورثرن ايست وورد، بتوين الايست والنورث يبقى ايسترن نورث وورد او ان the direction eastern north eastern north direction. طبعا هيبقى هو نفس الدايركشن بتاع مين؟ الفيلوسيتي. انا بجيب الفيلوسيتي ازاي؟ برافو، displacement over time. displacement over time الديسبيسمنت كام؟
19.8 over التايم 5 هيطلع لنا على الكالكوليتر 3.96 سنتيمتر بير سكند، وطبعا ذا سيم دايركشن. يا رب تكونوا فاهميني تمام. نفس البروبلم يا اولاد، بس هنطلب حاجه تاني بقى، بس هو المره دي طالب مين؟ السبيد والفيلوسيتي وين ات موفد فروم A تو B، يعني هيمشي نص السيركمفرنس، نص المحيط. تمام، يبقى السيركمفرنس زي ما جبناه المره اللي فاتت، برافو، 2 تايمز باي تايمز ار، يبقى 2 تايمز 22 اوفر 7 تايمز 14 اللي هو الريديوس ب 88 سنتيمتر. الديستانس هيبقى هنا المره دي مشي هاف السيركمفرنس، يبقى هاف تايمز 88 يبقى 44 سنتيمتر، وزي ما اتفقنا عايزين بالمتر بنعمل ديفايدد 100 يبقى 0.44 متر. التايم اللي تيكن تو موف فروم A تو B نص راوند، يبقى نص التايم اللي مشيه عشان يعمل راوند كامله، هو خد في الراوند 20 سكند، يبقى في الهاف راوند هياخد هاف تايمز 20 يبقى 10 سكند. برافو. السبيد ديستانس اوفر تايم، الديستانس 44 والتايم 10 يبقى 4.4 سنتيمتر بير سكند. لاحظ ان هي نفس السبيد هناك لما مشي ربع سيركمفرنس، ربع راوند وكوارتر راوند، لانه هو بيبقى ماشي ما دام سيركلر باس بيبقى ماشي ريجولار سبيد، يعني كونستانت. انا بقى عشان احسب الفيلوسيتي محتاج ديسبليسمنت اوفر تايم، التايم معايا لكن الديسبليسمنت مش معايا. طب هو هيتحرك من مين لمين؟ فروم A تو B، الستارت بوينت A والاند بوينت B. تمام، start point A end point B، يبقى اجيب الستريت لاين اللي between them، يبقى هيطلع معايا، برافو عليكم يا اولاد، هيطلع ايه؟ الديامتر كله radius بلس الراديوس اهو، ماشي، هيبقى الستريت لاين من A to B ده كده الديامتر كامل اللي هو 2R. طيب الراديوس الواحد ب 14، يبقى 14 بلس 14 اهو، الراديوس مدوني ب 14 في جيفن، يبقى 14 بلس 14 ايكوال 28، ده الديسبليسمنت يا شباب. طيب ان ويتش دايركشن؟ احنا عندنا دايما بنحدد دايركشن مع الفيكتور كوانتيتيز، باجي عند الستارت بوينت وابص على الاند بوينت، انا باصص كده ان ويتش دايركشن، برافو، ايست وورد يا مستر، يبقى ايست وورد ده الدايركشن. نجيب مين بقى؟ هنجيب بقى الفيلوسيتي يا اولاد. ازاي نجيب فيلوسيتي؟ بنعمل الديسبليسمنت يا مستر اوفر التايم. التايم طبعا احنا حسبناه 10 سكند، والديسبليسمنت احنا حسبناها 28، يبقى ديسبليسمنت اوفر تايم 28 اوفر 10 يبقى ايكوال 2.8 سنتيمتر بير سكند. يا رب تكونوا فهمتوا كل حاجه قلناها. انا بشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.